أوريكم الآن أغرب حدود ممكن تمر عليك. شوف الحين هذه الإمارات حلو، لكن تجي مع الجهة هذه تشوف هنا مكتوب سلطنة عمان. وش السبب ليش كذا؟ هذه ولاية مدحة، ولاية عمانية لكن في وسط الإمارات. الولاية هذه من جميع الاتجاهات، من هنا من هنا ومن هنا ومن هنا، من الشرق من الغرب من الجنوب، تحاوطها اللي هي الإمارات. والولاية هذه تقدر تدخلها بدون يعني جوازات وبدون شيء، تدخلها بسهولة يعني كأنك داخل يعني في كأنك في الإمارات. وحتى المحطة هذه أصلاً عمانية. طيب اللي ما وضحت له يكتب ولاية مدحة في الخريطة راح يطلع له. شوف هنا مكتوب ولاية مدحة، بعدين هنا عمان، وهذه الإمارات، بعدين في هنا مكتوب النحوة، هذه النحوة إماراتية داخل ولاية مدحة العمانية، يعني الدعوة مشربكة. ودي أقول لكم سبب الشربكة هذه، بس أخاف الإماراتيين يروحون يبلغون علي النيابة مثل الفيديو السابق اللي تذكرونه ذاك. ها، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.